استعدادات الانتفاع هذا الشوط اندفعت على بركة الله تعالى. سيداتي وسادتي، الخيل المبتدئ عمر السنتين على مسافة الميل، مسافة 1600 متر، باندفاعات سريعة. هناك تعثر لصهال في البوابة قبل الاندفاع. هنا التقدم يأتي في هذه اللحظات كما تشاهدون الآن لهاجيت على ما يبدو من الداخل. الآن المحاولات لرقم 6 إعقاب الذي يأخذ زمام المبادرة. واحد حيزوم أيضا يتقدم مع عبد الله الراشد في هذه اللحظات. حيزوم يخطف الصدارة على ما يبدو، المحاذاة مع رقم 6 عقاب، وكذلك المحاولات التي تأتي لرقم 8 جونيور ديبل لسعود محمد سعود العلي، وكذلك المحاولات من الخارج الآن نشاهدها ل 16 بريشس، وكذلك 14 الياباني الذي يحاول أن يتقدم في هذه اللحظات. الياباني من الخارج الآن. هنا التقدم يأتي في هذه اللحظة لهاجيت لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز، ومن الداخل عدم التنازل لحيزوم لسمو الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز الذي يتقدم ويشارك المرة الأولى. ما شاء الله تبارك الله. كذلك هجيت يشارك المرة الأولى، يتقدم هنا مع حيزوم في المرتبة الأولى. المحاذاة المطاردة تأتي من الخلف للزليار في هذه اللحظات. هنا هجيت يتقدم بكل قوة، هجيت لابناء الملك عبد الله بن عبد العزيز مع كاميلو سبينا، رغم المحاولات من حيزوم لعدم التنازل. التقدم بكل قوة لهجيت في المرتبة الأولى من الظهور الأول لهاجيت بن أوروغيت. في هذه اللحظات يتقدم هاجيت إلى المرتبة الأولى مع كاميلو أوسبينا في الظهور الأول الفاخر لهاجيت المرتبة الأولى، ويصادق على ترشيحات الزميل عايش البقمي. وحيزوم في المرتبة الثانية الذي يظهر أيضا للمرة الأولى لسمو الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز. إذن هاجيت القادم من أمريكا لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز بن أوروغيت تدريبات